حقيقة الأمر أنا سمعت شيء آخر تماما، وتابعت بكل الاتجاهات من كل المصادر تابعت الأمر، لم يكن أمر من هذا النوع، وإنما الحريري طرح على الرئيس عون تشكيلة حكومية ليست جديدة، وقال له عليك أن تفكر بهذه التشكيلة دون أن يقبل من رئيس الدولة أي تغيير، أي طلب لتغيير، إما أن تقبل وإما أن ترفض، يعني زدت الطابي في حضن رئيس الدولة، وهذا أمر غير مقبول دستوريا في لبنان، لأنه تشكيل الحكومة يأتي باقتراح من الرئيس المكلف وبالتوافق مع رئيس الدولة، إذا لا يستطيع رئيس الحكومة أن يشكل حكومة دون موافقة رئيس الدولة. نعم هذه الحكومة تعتبر حكومة رئيس الدولة، إذا يجب أن يوافق عليها. أما أن تقدم له قائمة وتقول لا أريد أن أغير فيها أي شيء، وعليك إما أن تقبل وإما أن ترفض، عمليا من قرر أنه يضع شرط ومسبق ويقول للطرف الآخر إما أن تقبل وإما أن ترفض هو المسؤول عن عدم تشكيل هذه الحكومة. هذا أولا. نعم ثانيا اقتضاب لو سمحت أستاذ أليف. نعم، تشكيل الحكومة معروف منذ أسبوع على الأقل إنه مرتبط أو مرتهن لموقف فرنسا وأمريكا والسعودية. السعودية غير راضية عن الحريري بالرغم من محاولة أمريكا، السفيرة الأمريكية والفرنسية نعم التواصل لدى السعودية. إذا طالما أن السعودية غير راضية فلن يمول أحد هذه نعم الحكومة. وسنأتي على موقف السعودية أستاذ أليف. الحريري لم يعد، نعم ابقى معي لو سمحت، أريد أن أنتقل إلى واشنطن إلى أستاذ حسين. يعني أستاذ حسن، معارضو الحريري وصفوا هذه التشكيلة بأنها يعني مسرحية، وكان يعرف مسبقا أنه سيتم رفضها. هل الحريري كان يريد تحميل عون فشل تشكيل هذه الحكومة كما ذكر أستاذ أليف؟ مساء الخير. هي كل دولة لبنان مسرحية، يعني أنا لا أعتقد أن هناك أي جدوى أو أي شيء جدي خلف كل هذه المناورات. المناورة الوحيدة التي يعني تجري خلف موضوع تشكيل الحكومة هي انتخاب خلف لميشيل عون العام المقبل. الانتخابات النيابية مقررة في أيار مايو 2022 العام المقبل، وبعدها بشهرين تنتهي ولاية ميشيل عون أي في أكتوبر 2022. جبران باسيل يسعى للسيطرة على الحكومة، للسيطرة على انتخاب، لضمان الفوز في انتخابات 2022، للفوز بغالبية داخل البرلمان، لأنه مجلس النواب اللبناني هو الذي يقترع على اختيار رئيس يخلف ميشيل عون. هذا هو الخلاف الأساسي، هذه هي اللعبة. ولكن هذا يعني هذه ألعاب سياسية، وهذه الألعاب السياسية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالانهيار الكبير ويعني الذهاب إلى الجحيم الذي يعاني منه لبنان. يعني هذه مناورات ومواضيع وخلافات صغيرة جدا فيما البلاد تحتاج إلى سياسات، لا تحتاج إلى سياسيين. لا يفرق من هو الرئيس، ميشيل عون أم الحريري أم من هم الوزراء، الفارق هو السياسات، والسياسات غائبة بسبب فرض حزب يعني الله. يعني على ما يبدو أستاذ حسين في هذه الأزمة يعني يفرق من هم السياسيين؟ لا أعتقد أنه يفرق، لأنه هذا الحريري كان أصلا رئيس حكومة عندما بدأت الليرة تنهار أمام الدولار، وثم جاء رئيس حكومة بعده حسان دياب، وثم سيعود الحريري، وميشيل عون أصلا هو رئيس قبل الأزمة وسيبقى رئيس بعد الأزمة. كل دولة لبنان لا يعني لا تؤثر في مجرى الأحداث في لبنان، من يؤثر فعليا هو حسن نصر الله، وهذه هي المشكلة. هو يأخذ البلد رهينة ويبقي البلد قاعدة صواريخ إيرانية لتهديد إسرائيل من الشمال، وكل ما عدا ذلك يصبح حديث لا يؤثر في مجرى الأحداث. هذه هي يعني جوهر المشكلة في لبنان. نعم يعني أستاذ ماريو، استمعنا لما قاله الحريري قبل قليل، وأيضا الرئيس عون يتهم الحريري بأنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه. من الذي يجب أن يتحمل مسؤولية فشل هذه الحكومة؟ قبل ما أجاوب على سؤالك إذا بتسمحي لي، بس بدي
رد بشكل مقتضب على ضيفك الكريم من واشنطن أستاذ حسين. هذه قراءة أكيد قراءة موجودة عند كثير أطراف بلبنان، ونظرية موجودة بقوة بالإعلام اللبناني، بالأحزاب اللبنانية، بالسلطة، بما أنه اللوم لازم يكون على حزب الله وورا حزب الله جبران باسيل، لأنه جبران باسيل عم بيعرق الفتشي لأن بده يكون رئيس بعد ميشيل هون. بعتقد هذه نظرة كثير تبسيطية، لأن إذا منشوف الوضع بلبنان منشوف قديش وضع لبنان الاقتصادي مأساوي، ومنحط الموضوع كله بظهر حزب الله، بعتقد في تجني وفي تعمي وفي تغطية على المرتكبين الفعليين اللي أفلسوا البلد، اللي سرقوا البلد، اللي هدروا مصاري البلد ومقومات البلد وطاقات البلد، اللي هربوا مصرياتهم من لبنان على بلاد أوروبا، على سويسرا وعلى بنوك بكل بلاد العالم، طلعوها وقتها 17-20 بعد 17-20 بعد الثورة، اللي أدى إلى تضعضع استقرار مصرف لبنان وتضعضع الدولار واختفاء الدولار من السوق. يعني هول الألعاب، يعني إذا كل هود من نحصرهم بحزب الله هو المشكلة، يعني بنكون عم نبرر ناطس براءة لكل، لكن مهربو الأموال يعني ينتمون إلى كافة المعسكرات في لبنان، إلى كافة المعسكرات من دون شك، من دون شك، من دون شك أبدا. بس معروف بلبنان إنه أصحاب السلطات المالية، البنوكي، الشركات الكبيرة، استيراد تصدير، الوكالات الحصرية، محسوبين على 14 أدار بشكل عام. في من 8 أدار، نعم، في عندي كمان فساد هائل، بس رب الفساد بثمانية أدار هو عراب المنظومة، هو الأستاذ نبيه بري، وهو متمسك بسعد الحريري ومخلي 9 أشهر الحريري مانعه يستقيل للحريري لأنه بده يكسر رأس ميشيل عون. إذا نرجع شوي لانتخابات رئاسة الجمهورية اللي صار ببرلمان بلبنان بال 2016 باختصار، لو سمحت أستاذ، باختصار شديد بالتصويت لميشيل عون، بعد ما أعلن أستاذ نبيه بري فوز المرشح ميشيل عون برئاسة الجمهورية، قال من هاللحظة هيدي بعلن جهاد المقدس، جهاد المقدس لتفشيل ميشيل عون بمهمته. وفعلا 6-5 سنين على مدى 5 سنين ولا بولا مفصل بكل المشاكل اللي مرق فيها البلاد من 2016 لليوم ما اخذ ولا ربع موقف نبيه بري لجنب رئيس البلاد، نعم، او لتسهيل مهمه رئيس البلاد او لتسهيل مهمه الانقاذ بالبلد، ولا اي خطوه. حط نعم، خط احمر الفكرة. على حط بس عفوا، حط خط احمر على رياض سلامه وخط احمر على سعد الحريري. قال لرياض سلامه اذا بيندق برياض سلامه الليره بتنهار والاقتصاد بينهار، واذا حدا بيدق بسعد الحريري في حرب اهليه. انه هذا التهويل كل الوقت، تهويل. نعم، وصلت الفكره. ابقى معي لو سمعت يعني.